السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد، أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نلعب باتل كاتس، بس هلا بالله هذا سكيل. أبى أقول كلمة قبل أن نلعب باتل كاتس. ألعاب الأندرويد إخواني كلها مصممة على ربح المال والفلوس، يعني ماكو لعبة حتى الفري، يقول لك داونلود فور فري، أيضا بيها شوب وتشتري من عندها، بس يبقى فرق واحد، اكو لعبة تتختم بدون فلوس، يعني بس اللعبة اللي تتختم بدون فلوس تطول، يعني تاخذ ايام ايام اسابيع اشهر وياك. يعني مثلا راح نعطيكم مثلا انا لعبة باتل كاتس، وصلنا اخر مرة المنغوليا اللي متابعيني بهاللعبة، غانا عفوا، غانا اي غانا، هذه غانا، شوفوا الوحوش اللي بيها غانا، يعني كثيرين الوحوش، وقفنا ما نقدر نتغلب عليها، شو نسوي؟ رجعنا نلعب الليفلات السابقة، شايفين؟ حتى شنو؟ نلم فلوس أو هنا الأكس بينلم، شايفين اللي فوق؟ ونرجع نطور الكاتس مالتنا حتى نهزم غانا. فأنا الحمد لله يعني طورت الكاتل هذا، بس من ترجع تلعب طبعا ما يعطيك نفس الفلوس اللي من أول ما تلعب اللعبة، يعني أقصد غانا من تفتحها أول مرة يعطيك فلوس، يعطيك جوز 6000، من تلعب الليفلات القديمة ما يعطيك 6000، يعني يريد صعب عليك حتى تشتري من المتجر انت، فيعطيك اغل يعني، فتضطر تلعب وتلعب وتلعب، يعني تصير طويلة اللعبة وياك. لكن اذا تريد تختصر المتجر موجود، تشتري فلوس وتطور براحتك، وصانة المتعة مالت اللعبة انك تكملها بدون شراء اي شيء، يعني تتعب والله يعني يجازيك في هالتعب وهاي، وتفتح ليفلات جديدة وهاي مثل ما سوينا احنا بباتل كاتس. الان راح اراويكم التطوير مالي، ابجريد، شايفين؟ ماكس 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 ماكس، هذا التطوير كله سويته من ليفلات السابقة، بس الله لان واحد سألني يقول ليش تركت الباتل كاتس ما كملته، انا ما تركته، بس انا جاي اطور والتطوير يطور اللعبه، ما اشتري بفلوس، فلازم اطور اللعبه. الان نروح، راح اليوم ان شاء الله نتغلب على غانا اللي هزمتنا. وين غانا؟ هاي قلت لكم بس دوس عليها تعطيك الوحوش اللي بيها كل منطقه هاي، فراح نقول لها اتاك. اهم شيء الكات تصعد الانتاج مالهم، اذا تتغلب مو بس على غانا، على اي وحدة تصعد الانتاج. الكات هاي اللي ركن شايفينها ليفل 5، اهم شيء هاي تصعد الانتاج مالها. الآن صارت ماكس،
شايفين وحوش غانا شلون طلعوا؟ تغلبنا على غانا، شايفين اول مرة طبعا 5751. الان اذا العبها مرة ثانية ما يعطيني 7000 و 5700، لا يعطيني اقل. راح اروح على دولة ثانية العبها غانا. صحارى هذا الوحوش اللي فيها اتاك، اقول له اهم شي يطولون الكاتل بركن جوا، انا هاي تعطيك سرعة لانتاج الغطط. نزلت وحوشهم شايفين، وعن بها وحوش كثيرة. ايضا فيكتوري. نروح للبلد اللي بعدها، ايجيبت مصر. هنشوف مصر، شايفين فيها وحوش يعني مو طبيعيين مصر، بس خنشوف تغلب عليها لو لا. بدأوا وحوش مصر بالنزول، شايفين بيها وحوش كثيرة مصر، بس الكات مالنا مطورة، جيشنا كله مطور، ما يهمه شيء. معركة شرسة بيننا وبين مصر. اتصلنا على مصر، وحدة بعدها انرجي عندنا 54 انرجي. شايفين ما نقدر نلعب اكثر من، لازم نطلع وندش تركيا
ما شاء الله وحوش. يلا الله كريم نلعب تركيا. ايضا فزنا على تركيا سوبيريور رانك ريسيفت. عندنا انرجي، عندنا 32 انرجي. نقدر نلعب روسيا. روسيا منطقة جديدة غير معلومة الوحوش، بس راح العبها. الله من البداية الوحوش شايفين. والله ما اعتقد راح نقدر لها روسيا. هنزل جيش شوية. طيب موقع الان صارت ماكس، السرعة ماكس في الانتاج. والوحوش شلون توخرني، بس جيشنا قوي ان شاء الله. هذا الغوريلا مشكلة، ثلاثة غوريلا نزلي لي، ثلاثة غوريلا مو واحد واثنين، ثلاثة. هذا سوق المدفع عليكم. والله خذونا. حلو حلو
حلو حلو خل نسيطر. ايضا نزل وحوش. روسيا كلها وحوش جاي تنزل. والله معركة ضارية، معركة يعني. سيطرنا، تاهوا بعد. أخيرا بشق الأنفس فزنا على روسيا. أحبتي أتمنى يعني فهمتوا الكلام اللي قلته، وأتمنى استمتعتوا وياي في باتل كاتس. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد، أشوفكم في لقاء جديد، في أمان الله.